شوف هالشباب والصبايا يلي بيكبروا القلب، جاي يقول انه بلد في هيك شباب وصبايا حاملين مكانس بايدهم ونازلين على الطرقات، هذا بلد ما بيموت. ما قدرت اتحمل هالمنظر، متحملي كل شيء صار لي من 75، اما شوف هالمنظر شباب وصبايا بايدهم مكانس ورفوش وعم بيساعدوا بكل مطرح، كبر قلبي. حسيت حالي لبنانية من زمان كتير ما حسيت هيدا الاحساس، بكبر القلب هيك كل شيء بيطفي القلب هون. بس هالشباب والصبايا انتو عملنا، انتو الامل اللي جاي، وجاي اعتذر منكن لانه سلمناكن لبنان لا سيد ولا حر ولا مستقل، بس لثبت ما يجي نهار. قومي اكرما للانسان اليوم كمان، اكيد قومي من تحت الردم كزهرة لوز في نيسان، قومي ان الثورة تولد من رحم الاحزان. اكيد اكيد بعرف كيف قوعنا هالكوع، ما بعرف كيف وصلنا لهون، بعرف بس بيروت اللي قامت 7 مرات من تحت الدمار بعد بتقوم فيكن، بتقوم معكن وبتوقف على أجريها وبتكمل. هاي الثورة، هاي الثورة، هاي الثورة، هاي الثورة، هاي دول الشباب والصبايا، هاي دول الشباب والصبايا، هاي دول هن يلي بيفتحوا القلب، هاي دول هن. هاي الثورة الحقيقية، الثورة الفكرية لهالمرة. الأمل، إيه أنا جاي لمكانسهم، أنا جاي لرفوشهم، أنا جاي إلهم، أنا جاي حني حييهم، أنا جاي انحنيلهم، مش عارف شو بدي أقول بقى. بليز بس خلوني أعمل هيك، خلوني أعمل هيك لشباب وصبايا واقفين هالوقف، اتركوني انحني، اتركوني أقول كبرتوا قلبنا، صالحتونا مع الأمل. أنتم كل واحد يحطها على حاله، أنتم كلكم أولادنا واللي راحوا غاليين على قلبنا ودمهم دمنا ماشي بعروقنا، واللي بيسوى نعمله رح نعمله والباقي على الله. انا ما بتصدق، ما بتصدق الصرخه ما توصل للسما، انا ما بتصدق انه ربنا غافل عن معاناه هالشعب اللبناني العظيم الشهيد. ما بصدق، ما بصدق. بعد عنده كلمه فوق، حياتنا رح نكون مستسلمين. شوفي هذا الشباب والصبايا يلي عم بيحكوا، يلي واقفين اليوم عم بيعبروا عن نفسهم ومعهم مكانسهم، مكانسهم ركعتني. كلمة لبيروت، كلمة لبيروت، كلمة لبيروت، كل الناس يلا لبيروت. إن الثورة تولد من رحم الأحزان. شكرا.